الخير والصواب. للطبعة الثالثة بعد الطبعة التأسيسية فهي أربع عميد مسجد باريس، مثال يحتذى به لمن أراد أن يستنير الأحمر بالتعاون مع ولاية الصيف والتي سير في هذا اليوم الأغر المبارك من ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحتفي به الأمة الإسلامية عامة والأمة الجزائرية خاصة، نحيي اليوم الوطني للإمام في طبعته الثالثة بعاصمة الهضاب بولاية سطيف العامرة المجاهدة في هذا المجمع المبارك الكريم بحضور أئمة وعلماء ومشايخ من كل ربوع الوطن العزيز، والحمد لله نشهد هذا المؤتمر وهذا اللقاء وهذا اللقاء المبارك مع فرحة الحضور. وستكون الجزائر إن شاء الله تعالى بخير طالما أنها تكرم علماءها وتكرم أهل الذكر والفكر فيها، وعلى رأسهم السادة الأئمة كما أمر بذلك السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كل هذا الإمام له دور فعال وقوي في الميدان، لأن الإمام المسجد، والمسجد هو قلب الأمة وعمودها الفقري، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل الجسد على الروح، فالمسجد هو روح هذه الأمة. اليوم 15 من سبتمبر لوفاة العلامة الشيخ محمد بن الكبير، هذا الرجل العالم الفاضل العارف الذي عرفناه وألفناه بوسطيته وسماحته واعتداله، فاصطفى أراد السيد الرئيس أن يقول للإمام أن يكون على هذا المستوى الذي كان فيه هذا الرجل النحرير العالم.